كرمت إدارة قناة رؤيا اليوم عددا من موظفيها ممن أمضوا أكثر من 15 سنوات في العمل. مدير قناة رؤيا المهندس فارس الصايغ التقى الموظفين وقدم لهم دروعا تكريمية، معربا عن شكر القناة لجهودهم وعطائهم الدؤوب في العمل وحرصهم على تأدية واجباتهم بكل إتقان وإخلاص، بما انعكس على مسيرة القناة وما تحققه من إنجازات وثقة متزايدة من قبل المتابعين تجسدت من خلال تصاعد المشاهدة والتفاعل عبر رؤيا ومنصاتها من قبل الجمهور الأردني والعربي.